ثم انا المصغره زعفوا علي قلت لهم حضرنا ربي وقتكم خامج. قال لي كيف وقتنا خامج يا عمي الباجي؟ قلت لهم قول البارح كان عندنا الضو بلا شمعه واليوم شمعتنا وحنا طفيانين. البارح كنا مستعمرين قلت له يا ولدي، وكان يجي الصباح يبيع الخباب سخون والحليب، اول يوم يجي يبيع لهم لا جبل ماشي مسخين، يبيع لهم لا جبل كي الحليب وهم يتاكلوا بيناتهم ماشي بيناتهم، كاش عندهم فلوسنا انا بيناتنا خويا قتل خو. هذه هي الحياه هذه. شوف ما كنتش ظنها في بالي يا رب، والله ما كان في بالي الفتنه هذه حق محمد. شبيك والله ما ظنيت بالفتنه هذه، غير هذه اللي ما كانش في بالي باش نوضوا محسوبين حق نهار نعودوا بيناتنا يا رب. شي ورانا بالبنت يا مسياكل شو الناس تقدم وحنا نتوخروا. أقلا واحد قال يهدر ما ميسيون جوزوها بالراديو معنا حنا، قالوا ربي بعثها احنا ماناش عرب. قالوا يبدينا على البليس كيما قالوا، راني نقول احنا جزائريين ومبديش يقول شعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب. كي كتر معاه الهضرة قالوا اسمع، ربي يقول في القرآن وما خلفنا من شيء، يقول بعث منهم أمي نبي رسول يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مازالهم في أشد الضلال، ماناش في عصر الأمراء يا ولدي، رانا في عصر الريبليك. الدنيا كاع راهي ريبليك، كانت كل بلاد فيها ملك أم نقصوا، وين يروح ملك تولي ريبليك، فهمتني؟ وهنا العرب تشوف قول لهم راهم كاع نقول في هذيك القصيدة هذيك نتاع بعض من الحزاب والجناس الحق جاهم يضر، ومعروف المليح عمره ما يجي من عند ديانا، وما دريناش بالخير يعود الناس شر، وما عرفناش بالشر يجينا من دمنا، ما فهمناش العسل اللي لا يكون فيه المر. ولينا نحارب اليهود صدام الحسين حربوه عربنا، العرب شدوني باقوا كفر داروا عقد مع بوش خديم الرينا، يقولوا انت يهودي وتعرف يتكسر اليهود متحدين والعرب متشتين، ونور الله يتم منك راه كفر، ولعن الله من كفر على كفر ومات، ومن اللي حبس الحرمة تحنينا كل عام يقولوا نار جدد. ما كانش منها. ايا شوف كيفاش راهم شحال من بلاد راهي مستقلة، عرب مسلمة حرة 15 وقوم بالوسط يضربهم يشوفوا واحد ما على باله، لبنان ماشي قوم، واحد ما دهني غير بالحضرة قاب على لا لا شنو هذا، هما داخلين عليكم بالبوب انتم بالهضرة، نوضوا كاع نموتوا هنا على البواحي كاينة ولا لا لا، او قوم بالوسط يضربهم يشوفوا هذا عرب هذو. وين راهم يا ولدي كانوا بخير يا حضرة. نفديك بدم الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين، يا يعلم بكلالي أو إشبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين، يا يعلم بكلالي أو إشبالك حرين، أو يا يعلم بكلالي يا صلاح الدين. بسم الله الله أكبر على ظلم العديان، لابد أن الحق يتنصر النور عليه يبان. بسم الله الله أكبر على ظلم العديان، لابد أن الحق يتنصر النور عليه يبان. قد ما يطول الظلم يتكسر في شهر رمضان، يبقى ساد الظلم يجبر معني بالعديان. تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بمين نفديك بدم الغالي، ويا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين، يا يعلم ابتلالي أو إشبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين، يا يعلم ابتلالي أو إشبالك حرين، ويا يعلم ابتلالي يا أرض فلسطين. واش تقول في القول؟ ايه نقول حبيت نقول شعر وما صرت ما نقول، وما خلونا لنا الزمان ما لقينا ما نقولوا. قالوا قلنا وقل ما يشبه القول، وشعراء في كل بحر يجول، وترى فيهم كثير يقولوا ما يفعلوا، يدعوا بالطب وكثرهم معلول، وعيطة كيمثلهم مازال يقولوا. قول الفاسد كل كسب ما فيه سبول، ما عنده معنى قليل من يسمع له، قول المسق ما يعيره اهل العقول، كل كسب الحر فيه سكر حلو.
الله يرحم بن خلوف والمغراوي كلامهم معقول. الكلام في وقته هو عقل اللي يفهمله وتطمئن القلوب بالذكر المعدول ولعب صلاة نبير بحورة ماله وما لقيت حتى قول كي يقول المنزول اللي ينزل من عند الرب على رسوله. يهدر على الأولى والأخرى عرض طوله يهدر على كل فصل بمثوله ومن بعد ذاك القول ما بقينا ما نقوله. إني ميسيو هنا واحد الشاب يهدر على الدين مع وزير نتاع الدين وقيلة وينها. قال له الحرية وشنو هي الحرية؟ إذا كنت فهموا على الحرية شحال من حرية كاين يا حسرة؟ كاين حرية نتاع الكفار. خاقلة وحرية المنافقين وحرية الأديان عندهم حدود. إحنا عندنا الحرية نتاع المسلمين. حرية راك مسلم تاكل واش تحب ما تاكلش حرام 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 يجيب المهلكات ما كاش منها. عندنا احنا الحرية نتاعنا هي ما نخرجوش من الموضوع فقط. كاينة حرية نتاع الكبار اللي شفنا ما نقدروش نحضروا عليهم كاينة ولا لا يدير واش يحب سي با نورمال ماشي هذه هي الحرية. كيفاش ربي خلقك عبد ولا تخدم خدمة الهوايش سي با نورمال. دروك كيما بلا تويت عندهم حرية بآخر عظمة الله الواحد القهار. شفت بعيني واحد انا ما مزوج مع اختو بك وقت هاي اختو من يمه وباباه لا ديموقراطية تاع السويس هذه هي الحرية جوا هذه الحرية عندهم اكتب عندهم شي ليبرتا هما كتوفا في السويس هذه الديموقراطية يقولوا الحرية هذه هي الحرية. شنا حرية عندها قلنا هدف وعندها رسم فادي باتي لا ليميت عندها حدود عندها حدود بارك الحدود واش الحرية الحوت الدنيا اوسع من البحر ياك والحوت كي يخرج من البحر يموت كيما احنا واحد الخطره هذاك تاع لا سانتروا قلت له ما تربيناش على الاستقلال ما نعرفوش الاستقلال شنو هو كي تقلينا احنا كاين حزب الاستقلال تكون باطل وكلش باطل لا هو ايه ما تربيناش عليه ما نعرفوش احنا تربينا على التراب قلت له ما وجدوش عباد تاع الاستقلال قال ما وجدوهمش تخلينا حد ما قال حذروا المشي نهار تخلينا قال ستوب او الاستقلال تاعنا وشنو هو فهمنا نفهموا كيفاش ورانا حرين وي داكور وباش تكون مستقله علاش تخلي تيفوت الديبون مع ناس اخرين باش تكون مستقله البلاد وحدها ما تقدر تعيش كاينه يجب نتاجروا مع ناس اخرين والاستقلال يجب يفهموا لنا سكوتي الاستقلال حنا واش تخلينا يحسبوا كاين اللي برات الدار اللي راه بها تاعو يا برات ما يخلص لك راه لا مال لا تريكي لا والو الاستقلال وراح الدنيا وراح تيوا كون جينا متربينا على الاستقلال صح خممنا على العقبه وما وجدناش الحدود. ليلة معاك مني ليلة بسرى قعدها بحداك مني ليلة عقلي أبدا ينساك مني ليلة قلبي دائما يهواك مني ليلة عقلي أبدا ينساك مني ليلة قلبي دائما يهواك مني ليلة نحكي لك خمسي هذي هذي تجي غنى تفيزة الجزائرية الجزائرية واحد ما كان يسمع بها يا رب نهار غنى هذي ونجحت فيها يا أخو وزدنا درنا الانترلود هذيك وميزون أنتري تاع الميوزيك مع بوجمي مرلاق والعزيز الغالي ثاني درت له دخلة أنايا
في هذيك قلت لك اللي نجح هذا بوجميع مرجع لا علينا. سبحان الله العظيم نهار جاز السلوى مع حجرب والله ما هدروا عليا وكم قال لي لمين بتيجي ديريكتور قال لي الباجي في الشؤون تاع السلوى كون نحيوا لها الغنى نتاعك لا انا عندي قلب ولحنت لها كلام خليفي احمد قال لي الشؤون تاع حديث هو شغل الناس يا ولاد الحومه واللي بلا يعب ومعروف هذا في الحنطه هذيك تاعني عندي قلب هي اللي صوباتها قال لي والتلحين نتاعك بلا ما يجي قال لي ما الشؤون تاع حولها فات نهار جاز مع حجرب كاع ما هدروش عليا سبحان الله العظيم الله ولو ايه قاعد نميز اختي والله حرية جهازك سمو جانا غالي بسبب لله مليون ونص عيد ضحيناها عليك نايم مديرك في بالي من قلبي نفرحيك نعم هنا اللي نقول انصرفنا حرب وسياسة نصر المبين وقلنا تخلينا وسينا حفلات حكومة المؤقتة من تونس دخلت لينا ولي كرايسها هو من خدة بالذات جو طرابلس المسؤولين ماشي متفاهمين وبدات الفتنة على الكرسي وكثرة الاقتلالات دخلت في الجبال وفي قلب المدينة فينا كثير من المات وكاين اللي مازالوا بالحياة والفتنة أشد من القتل عاد خوك عدوك من دمك اللي ليك والله يا هذه الفتنة ما ظنيتها وما كانت في بالي أهلك يا رب الظلام بالظالمين عليك نايم ومدارك في بالي ومن قلبي نذكر بيك شيخ لو نقول لك على بالي وعلى بالك واش تقول؟ إيه على بالي وعلى بالك هي الحرية هذيك كيما زورا يا عاشقين زورا أمك بالغسلة ما هي زيارة كان يفهم على مرأة وهي على بيت ربي دي نقول على بالي وعلى بالك وعلى بالي بيك وعلى بالي بقلبك يهواني من نظرة عينيك يقول يا بالحق أنا نبغيك خويا من الدين والطين انت ليا وانا ليك ويقول أختي من الدين والطين انت روحي وانا عينيك على بالي وعلى بالك وعلى بالي بيك على بالي بقلبك يهواني من نظرة عينيك بالحق أنا نبغيك دي من الدين والطين انت يا لي اقوانا يا لي قويا من الدين والطين انت يا روحي وانا عينيك على بالي لم يقلبك تهواني على
حتى كمان نظرات عينيك على بالي لما قلبك تهواني أنت كمان نظرات عينيك في أول مرة اللي كلمتني حسيت بعمري راحت ليك ثم عرفت إنك سكنجني يا هوي أنا يا إليك خصب قبل ما يخطبوني كان تحبني يا نور عيوني اديني ليك أنا بالك تولي من قلبي نبغيك ومن غيرك ما يا حلالي كيفاش تحبيني نخليك انتي سكنتي ببالي اطلب من ربنا يسجيك ويخليك ليها يا غالي اقصد ليهم اعزاز عليك بالرعم وبالشي اللي يرضيك نجي نديك ولازم علينا الفرض مع السنة علينا احنا العرب المسلمين اقدام جا محمد ما بينا بسيرة الطاعة والدين بسلهك يربطوا للحن اللي عدد الأولين فيك نستنى ونتمنى وقريبي ما بغى يجن ينجيك والجن ما يقولوا شي لا وكلامنا عندهم حق ومعقول والجن ما يقولوا شي لا كلامنا عندهم حق ومعقول ودعوتنا من الله راهي مقبولة في وقت لي كان بابهم حلول كل يوم نعيو في جلسة مجمولة وساعدنا متسقم معدول في ليلة كاملة مكمولة وصرنا فرحة مجمولة ويا وبيك انتنق حتى نارك بالعين كل ما نسمع بصوتك بالزنقه يا ونشوفك بالسرقه من الوالدين طل من شباك الطاقه ويا ليت لو كانوا عندي الجنعين نجي لعندك بالدرقه نجي ونجيب الياسمين وتلاقيني بيديك تنين ونقبل عليك اسمك خالدي سموك حورية والحورية فنات عليها الأجيال وكذا من ملايين راحت ضحية بيهم لين لنا الاستغلال بيوم لحيات بتعشات فليقية والباركة باللي ما زل حق الأنبياء والأولياء أبو بكر وسمية موت عليه أعطيك الصحة الشيخ بارك الله فيك شيخ شيخ هاد الغنية شكون كنت حاب يعني يأديوها يغنوها نعم كان عبد الحميد ونا دي ابن يوسف ان شاء الله يشوف عبد محمد ويشوف مع من معك واحد اللي تعجبو يكون على صوت شباب انا ما ان شاء الله شيخ لو نقول لك بحر الطوفان ولا بالنا بلي البحر يلعب دور هام في حياه شيخنا الباجي وكل الهام والافكار تغزر كل مطر على شيخنا الباجي خاصه كيكون في غار بوهارون واش تقول الشيخ؟ نقيت الروح إذا حب ربي أمن بربي غير كل صباح يجيني قريب نص كازي سردين وشوي على الزقوقو والبصل تسمع البصل والطماطيش والملح كل صباح يجيني نص كازي ونمدل العبادة الديكور سردين عليها رب العالمين شو كان صحيبي مالك الله يرحمه خلى لي سما وليت كيروح بوهارون عندي لي سوبينير معاه بزاف محمد الزعيم محمد الطوجي يقولوا له سوبريكي ما
مع الخساول وعبريت في الخساول نقبل مع البحر نجيب الكلمه ونجيز مع الله العظيم نجا الكلمه نولي كي يجي ما باش نخرج قال لي واش قلت هو راه يخلط في المرميطه قلت قصرت حالو قلت له هاني نقول قولوا المرضى يا اخواني قال لي شعبنا بالقنطه مقيوس قلت له هي بدات ماركيت الله يرحمه قلت له واحد شكون يهربوا طنوان قال لي لا لا قلت له طنار بطوف فيك شي حرس ما على بالوش قلت له كان واحد منطق لهم قال لهم سبحان الله العظيم والله غير حرم عليكم ربي قرط والحشيش برك ما انتم هويش ما كنتش ما انتم هويش قال له ما يدير له قلت له هذو ما يهربوش يهرب لي بهم يا بعينك ماشي يا لافندي كنت لقاو المخاخ كاع راحوا ولا ولا بالتلفزيون بلاد الانجليز قالك وانا يخطيهم ماذا يباتوا في الظلمه ولا متكلم كاع بالدواء بتاع الذوق لا والاخر ولا في الامريك يخدم معهم المصيبات الهيدروجين والاتوم والنيوترون وكانوا يخدموا وقت هو لعبوا توعنا هذو كاع كانوا هنا وراحوا قال لهم واحد الامريكان نقدر نجي لبلادي بصح واش نخدم واش نطيب المرميطه ما عندكمش كيما نطيب لكم ايوا انا قلت لك حنا نبيعوا البترول ونشريو لي زوبجي لي يخدموهم هما بالبترول يبيعوهم لنا بالمقلوب صار لنا كل اللي باع المعزه ب 100000 وشرى قربه تاعها بمليون هذا اللي راه صار لنا حنا حبينا نتوقفوا عند بحر الطوفان وقصه قصتك مع هذه الاغنيه بدات هذا مختار صاحبي وليدي الله يرحمه ومربيتهم لاسيستانس هو وقابي هذه من هو الله يرحمه يخرج لبحر سيد فرت معه قطره ولا زوجي غيره لا لا كثر من زوج مالا كان في سبور نوتيك شحال من قطره يذبح كونكور تاع السياده يا شيخ ديسبارا جاب بورغريك لقى الفلوكان تاعو وحده مرميه في البحر رفدها وضرب تليفون لاميروتي قال لهم ولا راني لقيت ضربوا تليفون مرته هي قالوا لها ولا نلقاو الفلوكه تاع رجلك ورا رجلك ما كانش كرات الهليكوبتر وحوست عليه الدنيا كاع ما لقيتو بقات في قلبي انا صاحبي راني ما تفندوش وليت نطلع بالحسابات قلت يقدر يكون كره مسكين حتى بهو ودارها بالعاني وراه في كاش بلاد عايش راه ولا فهمت ليا شكون يعرف مالا بوجه معاك يعطي الاغنيه يقول كي شفت يقول من فلوكا ظهروا شي لوحات مرفوعين فوق المجال كي شفتهم عرفت حبيبي مات قلت له انا اخترت لي الاغنيه عرفت حبيبي وين تبنتو انا ما فهمتوش هو اللي زاد لهم هذه الكلمات ولا ايه انا نقول شكيت حبيبي مات هو قال عرفت قول نسبينا ظهروا شي لوحات مرفوعين فوق المجاج شفتهم شكيت حبيبي مات الرحمه يا رحمن واللي تري نقول كان مات بين يديا ندفنوا ونبرا من الكيه ونشوف قبره بعينية تطفالي النيران يا بحر الطوفان هو بدل لها الكلمه هذه يقول كي شفتهم عرفت حبيبي مات وين مات انا وكان عرفت مات ما نديرش البيت الاخرى نقول كان مات بين يديا ندفنوا ونبرا من الكيه شكيت مات ايه هاي كيفاش تاع بحر الطوفان الله يرحمه وش حال جبتها مقرب بزاف يحفظوها الدنيا قاع تحفظها نعم وجمع العقيد خدم في واحد العرس قالوا له ما تجيبهاش يرحم والدي قالوا له علاش قالوا واحد المراه زوج ولادها ماتوا بابا هذاك تاع الخول وهذاك اللي غرق قالوا كان تجيبها تعيجهم وكذا قصهم بزاف الاغنيه هذه شيخ حبيت نتوقفوا يعني عند الفنانين الجدد عجبنا الصوت الرجالي اللي تحبوا بزاف حميدو عجبك بزاف صوت حميدو وفي النساء شكون الصوت اللي عجبك بزاف؟ ايه النساء وليد بلادي راح وهو بكري بكري كانوا بكري ماشي دروك الله يرحمها يا ولدي ماري سوسة يهودي هذيك شتي نكروايا بلي صح عندهم صوت حيلو يحفظوا ويحفظوا ظني ماشي قال له الحاج محمد العنقه مانيش عارف واش مشي عليك الشروب وياه قال له خمس قصايد في الراس خير من عشره في كل راس كي يكون واحد حافظ خير وهذو ما يحفظوش ويجي يحط الكتاب قدامه ويولي كان يمسكي الكتاب بوكين وار باش في الاذاعه ما يبانش بلي معناتها راه هو راه ما وكان تروح روح يعني ما كانش قد الحباله هادو في القدم يعني نسى قدم سيمون طامار وجماعه قالك حبيت في جدد هادو الشيخ واش يقول الصوت عند سادة جدد يا ولدي كان نادي بن يوسف بالله لا اله الا الله الا نتحدث معك يا قلبي والله غير جابتها بيا ما عليه ما عليه ذوقت عليك ذوق جابتها بصح تلمها وشنو هو اليوم وش نقول لك كيما واحد
المخلوقة جابت لي بنتها قالت لي هنا ورجعت تغني. قلت لها جيبي لي طوريزاسيون من عند بابا هاي لا قبل. قلت له نشوف نسمع صوت التحاوي لا قبل حق محمد غندير بها العجب كاين كلام ونوجد لها ويبدل. قالت لي ديسكريتمون وانا هذه كلمة ديسكريتمون والله ما كنت فاهم المعنى التحاوي شنو هي. حق ربي يا وليدي ما كنت فاهمها شنو ديسكريتمون هذا شنو ديسكريتمون شنو هو ديسكريتمون هذا. بدات شو ولا كي قلت لها اللي بيسيرني ترى تعبان فهمت لي عندك جات لهنا وما لقات لي شو اسمها حزين بها عمرو هذيك عندها عندها لابوان تاع مريم كيباش قلت لي كان هذي تاع شهر الوان قلناها كروبي سامحني نحاولها له نقول لك ليله قالت لي في لاسونسور تلاقي المعليه انا طالع وهي على ثاني قلت لها بابا غني راك عطيتها كروبي ونحاوها له وعطاها الحشلات ملا حجلاب عاود مودي فيها بالغنية ديالو. شوف ما كاش اللي غنى على المواد الأولية اللي طرحها بو مدين والدور الإثنائية اللي طرحها بو مدين دخل الصين اللوني وفلسطين وواحد الأمة الإسلامية ونوضها ما بين الصحراء والمروك هذو كاع قلتهم بالقصيدة أنا هذو كاع ما كانوش عندهم هما ما كاش هما يهدروا غير على شد المفتاح والقرية والسجرة وهذيك وكذا شي كاع ما على بالهم فيه فهمت ليها. مالا لك عطيتها لقروبي شابوا حكلا من حالو وخدموا غنية واحد اخرى وقروبي ضرب النحو انا ليلة لي قالت لي قلت لهم نحاوك الغنية هذيك وكانوا رايحين فيها 3 مليون ولا ما نعرف شحال بريم اللي عندهم اللي خرج الغنية مليحة خرجوني من دراعها كابوت يدخل في كونكور هذا في السباق ايه نعم اي هو قلت لك كيما قالك محبوب ما غلطش الاستعمار كان توري محمد مع سيد علي فرناندي الله يرحمه يديروا روايات باش يعلموهم في تونس معناتها واش راح صاير الجاير يديروا واحد الغنية يقولوا بام بام صياد البنين علاش صياد البنين جابوا لي ساشور الفا جابوا لهنا لي ساشور الفا يقولوا بام بام صياد البنين يا جنون واحد الغنية رواية هكذا هو بتوري فهمت ليها نهار كي قبضتهم دارت فيهم بتير نهار قبضت توري على جال هذه المسألة بلاش ماشي غير على جال على البزمزين وشنو وضحكم بلا طورتير غير قدروا الخيوط بداوا يضربوا على الرجال ولا يقولوا ميتي لوندري جي لو كير وراح قال له قال لهم راكم رديتوني كي الراديو الله يرحمه صاحبي كنت شوف واحد الغنيه كان معايا بالحبس طلعوا لشركتي نهار العيد ولاو الناس يتسلموا ويتباكوا العيد الكبير هو جاب لهم غنيه يقول اسمحوا لي يا ناس وقولوا معايا صال راس الاستعمار ديكو راس جن العربي الحباس وحنا في نمرو حجرة نمرو 16 قال عطاونا كارو مغرف وباياس كارو مغرف وباياس قال واحد جابوه على الخلاص والاخر على الرصاص كان يقتل على الرصاص والاخر على اللباس بارطو وبردوس وباطوغاس والاخرين كانوا يطنعوا في الناس شكون هما الميساليست كانوا يشوفوا في الناس وكان اللي جابوه على القرعه وكاس كان يلعبس قال الحقيقه مقتصرات عن العين واحد يتوضا وستين واقفين العقل قال له غاول ولا نسبوا الدين هذو مصلين قالوا نحكي لك قصه بيت الماء واحد لداخل والجماعه تستنى واحد ركبته الغمه واحد جاته الحمه وهو ما حبيتش يخرج من تما طبطب له واحد قال له حبيتك واحد نص نهار قال له واش حسيتونا حتى بالغرار الله يرحمه توري اسمع عرض العباد العباد رد الميتين بالضحك اللي كان يبكي ولا يضحك كنت شوف واحد النشيد نتاع واحد النشيد نتاع المبدي زكريا تاع جيش التحرير احنا مالاش باللقا يقول السدر ضاق والرصاص تكلم صوت الجزائر من نورها سيد مدم الله اكبر انا عربي مسلم والروح هبت للفداء مشتاقه احنا جيش التحرير ماناش باللاقه احنا جيش التحرير ماناش باللاقه صوت الجزائر من نوراسي لالي منزول بالنار والدم الغالي يدعو شباب للجهاد العالي حيوا للجهاد يا رفاقه
احنا جيش التحرير ما نفلاقه احنا جيش التحرير ما نفلاقه نعم بعد نعم دائما بعدكم انتم تلاحظوا بلي كان خلف ليكم ان شاء الله كاين نعم شنو ما شنو كاين حبيب ولا احنا قاعد معنا ياسين نعم شري هذاك ثاني شفتو انا تبارك الله هو مسكين مريض في جوان بير وقيله مبارك هذو عندهم كلام شباب هذا المشري هذا قال له بوج ما اعطيني راح ليه البوفاري قال له ما تعطينا قصاير كذا وشي قال له كنت جبت الباجي معك وجيت كي جيت وحدك قال له والله العظيم قال لي هو اللي جا قال لي بنفسه مسكين قلت له يا اخي شوف ما كانش عنده دروا دوتور قلت له دير ست غنيات بالتلحين دير والا 12 غنيه بلا تلحين بلوندات تبع منهم يعطوك كارطة تقول لي عندك دروا دوتور وزيد شوف ذاك الاخر ومد لهم يغنوا له كذا مد الله اعلم من القبه ولا مانيش عارف شكون يمد له غنيات ايه عندي مده ما شفتوش انا المشري هذا الشيخ اسمح لي مش يكتب ويلحن كذا لا لا ما يلحنش خذا بعض من الاغنيه دار بهم التلحين ديالي الشيخ حبيت نتوقف عند نقطه ما عند المشري قال بلي كي بدا يكتب ويقطع الوراقي و... ايه دخلت نلقى عنده سله محمره اوراق مقطعين ويكتب كذا قال لي انا نكتب ونقطع ما نعرف واش ما قلت قلت له اكتب واش راك تقول حبيت نكتب وما لقيت ما نكتب لقيت غير من نفس اللي لاصق فيا وحبيت نهرب وما لقيت منين نهرب لقيت البواب كاع مغلق مسكر عليا وما شفت بابك يا رب حتى ضيقت بيا تكتب كتاب هذا يعني تكتب كذا وكذا على باليش الا كمل ولا ما كملش كان ولا ايه هي شعر هذا يا محين كان تحكمني في البحر برك كل واحد واحد ما جيرانجيني تحكمني نكتب بو هارون شيخ نعم ايه بو هارون رب العالمين يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض واش ندار لك الموجات يسبحوا لله يا شيخ كل موجات كيفاش تذكر ربي يا مخلوق ويجي موجه مور موجه جايين درت واحد السيجي هنا نقول موجه مرموجه قول لي يمكن في الموجات في البحر موجه مرموجه يا راه واجع راه واجع اسم المراه هذه فهمت لي خليها يا ودي من بعد ما نحبش نغني انا على النساء هذيك يغنوا هما يقول لك البحر فيه حكمه شيخ البحر فيه حكمه بزاف صح كاينه شيخ صح يا وليدي كاين انا نشوف حق محمد رحمه الله عليه غير مريض في البحر انا كنت مريض وكنت ضار روحي ما نبراش الكاشيات هادو كانوا حاكمين بيا جيو عندي بريسيونير بيز نهار كي كنا كون لاني امور ما لا ما يرقدش بنادم مورالمون كي تخلينا وليت نجي نرقد والو وليت كي ديسكاري تي وا يجيب لي نعمر باش نرقد ولا ون مع الكاشيات يا محينك وين بالسيمستر ندير كاشيات كنت حاسب كون يخطوني الكاشيات من الوجه وقرات الكاشيات يناسب وشيك على بسيكياتر قلت له بدي جوش كاكو انا معدين الكاشيات هذو يا ابن عمي قال لي عندك التراب قلت له قال لي كي تخدم التراب تاعيات ولا مترقد بلا كاشيات حطاني يونيدي اما انا ما على بالي ما كانش حاجه اللي تعيق البحر رحت كومبيت البحر وما ديت معايا كاشي حتى كاشي وبقيت 10 ايام ما رقدتش لونزيام جور رحت نصيد وصبح نسمع صحابي يهضروا يقولوا واقيلا ورقد وانا راني نضحك نقول راني قاعد مانيش راقد وانا راني نقد قبل جنين لونزيام جور رحت نصيد في واحد الفوتي يقولوا ديت هذو راهم خدام رقدت بجوها العشره يا خويا انا رقدت حتى الربعه نتاع العشيه كي لحقتني الشمس صحابي داروا لي كسب وداروا لي تين دابا الشمس ما تحلكنيش واش فطتني موجه فطمتني كي بتم قولي تنبخيو فرحت فرحه كبيره من ذاك العام الكاشي والله ما جات تخدم امي ما لو راني نشري نشري علاش خايب لا يكونترولوني الخدمه يقولوا ما هو شري لا دواء ولا الكل يعرف كاش كونترولوني نشري ونحط ما ندناش ليهم وهدرت له قلت لهم يشوفوني بالتلفزيون وكان ما يشريوها لي قال لي انا عطيتك هذاك لا ميجيكا دور سيني مارس انا عطيتك هذاك الرجيم باش ابتكار ما تخممش قال لي قلت له صح بعد قال لك تشرب اه قلت له العرس تاع دائما ماشي عرس انا عن بالي على قال لي
لا حول ولا قوة إلا بالله. على بالك البحر أنا ندير في بالي باللي سيت أن جيوم أني طوبون تسمع الموجات في الليل شغل تناول لاكار والغاشي ماشيين تسمع الموجات شغل حرب وندافع والطناق ماشيين ماشي محال كاينة منها هذاك الشيء اللي يسمعون قلت والبصرة ومازالوا يدور معاه هو يعلم ربي سيتان كروايا بالطوجو الله يرحمه صاحبي قال لي واحد الليله قال لي ربع خطرات انا محقق يا محمد قال لي عيطوا لي يا طوجو قال لي نخرج نضر الكل شكون ما كعدا واحد سبحان الله العظيم وعاود يولي قال لي ربع خطرات انا نخرج وانا يقولوا بحر هذاك مسكون واحد قال لي البدي والله غير سمعت في لاكرو تاعك يقرا القران على خاطر انا نقرا تما القران بزاف الله يبارك تما ندير المصحف تاعي وراني مع القران والكتيبه وشفت حاجه اللي جاي حسيت ما تخرج فيه الضربه ثم حق محمد هذه المحقق بها ثاني شحال من واحد جا ثم عصا والله غير ثم تخرج فيه الضربه بوارونا لك شي تنكر وياه كانوا يقولوا لي بارا بكري الرجال ثم ما عارف يقولوا له الرمان دي بولور بسمينو هكذا شنو حبيت نتوقف يعني في الغرب وهارون عبالي البحر عنده حكمه ويلعب عبد الرحمن يعني عند شخصيه الشيخ ناس الباجي الاغاني اللي كتبتهم من الاغاني كتبتهم ولحنتهم في غرب وهارون اما هما هذه انت جازك غالي يا حوريه انا وانت يا قيطاره نتحدث معك يا قلبي تاع الخمر سامحوني راني غلطان ايه سجلت بزاف في الناس دحمان الحراشي الله يرحمه عرضنا هذا مصطفى طمينه بعث لي طاكسي لهنا جا طاكسي قال لي عندك مصطفى قال لك جي انا خالص ولا ما جيتش انا خالص قلت له غير ندير جيت الجيتار ورحت لقيت شيخنا موسى دحمان الحراشي وثم داير لنا بطور دحمان قال لي دار الاغنيه تاع يا كاس قلت له سبقوك يا دحمان قال لي كيفاش قلت له قال لي داك الكاس يا غالي الراس والاخر يقول لا تا كاس الناس برد تحرس كاس والاخر يقول ثاني يا كاس الفينيكس محنتك محنا وزدت انت يا كاس ما لا سمعني بها ولا يعني لا سمعتونا في سامحوني راني غلطان هذه سبب الغلطه شي كيسان تلفوا لي جميع الطرقان وباغي تندقدق على الجيران تلفوا لي باب اهلي قهوه انا واجره لي باهي لي لابراس حران لما حسيت ان هذاك كوميك اللي يغني على الحفيلات وكذا كان مع محيدين بطرجي لا تروب واحد جون بران صعب أمي في العنب تصدرت بالقلة يا وبديت نعمر وجهك حتى انت لي القبلة غابوا لي جميع الفرقان سامعوني راني غلطان بالغلطة شي كيسان تلبوا لي جميع الفرقان بيت انطبطب على الجيران قلت لي باب آلي ويا خير حبيت نتوقفوه عند ياسين وعبد ياسين وعبد عباك نحن نقول مستقبل الزهر يعني في كتابة كلمات وعنده موهبة يعني خارقة للغاية خاصة في القصيد يعني خاصة في الأغاني القصيرة وكانت له كلمات للمرحوم كمال سعودي اللي أداه ونجحت وش يقول عليه الشيخ نباجي يا خويا كمال مسعودي عجبني بيريك تاع الغنية انا شغل ايه عجبتني نعم ايه حلوة صح كاين منها يا ريت دوماج تحب الموت بذاته نعم ايه الله يرحمه يا شيخ الدور تاع الشعر اكثر من الايمان
اكثر من امام اللي درس بالجماعه الجماعه. الامام اللي درس بالجماعه الجماعه العباد اللي يروحوا للجماعه ياك، وشعر يدرس العباد اللي بتبان واللي راهم واللي راهم في الخلا واللي هايمين في الغربه. اسمع، الشاعر عنده دور كبير مع المجتمع يا شيخ، فهمت ليا؟ استنكروا هذاك نولوا باش نجيب لك الشاعر على الدحمان. نهار دار هذيك تاع يا كاس، ايبا قلت له سبقوك، يقول يا كاس علاش راك زايد لي بالدمار؟ انت هو سبب ضري ومعك انا ساع ضاع صغري ومدريد بشرابك غدار. عقله يقول يا كاس علاش راك زايد لي بالدمار؟ تا هو سبب ضري ومعك انا ضاغ سعري ضاغ سعري وما زيد بشرابك غدار. ما لو وليت نسمع قلت انا وشاعر، شوف او 60 حزب كامله كنت حوس شحال من خطره ربي يقولها فلا يشعرون، وقيل ما كانش 5 خطرات 10 خطرات ما كانش. 60 حزب هذه فلا يشعرون قليل من يقولها. شيخ حبينا نطلبوا من ياسين وعبد يقرا لنا ابيات وقلنا واش رايك بكل صراحه. شيخ اسمع الاخ توفيق، ماذا بيا قبل ما ماذا بيا يسمى قبل ما نقرا، باسكو صعيب الانسان يقرا قدام من محمد الباجي، فماذا بيا نقول كلام واحد اخر فاهم، اذا يقول لك اذا حضر الماء بطل تيمم. درك انا ما بصح ماذا بيا نقول واش الشعر فتا من عند محمد الباجي كيما باريزوم في الاغنيه ديك تاع يا كاس علاش راك زايد لي في الدمار. هذيك سي الناس بون بور سيرتان جون، كاين ناس يفهموها شغل سيرتو كي غناها حسيسن حكموها شونسون كوميك، بصح هي لا سي با اون شونسون كوميك بور مو، باسكو في الكلام كيكون ينطق كيكون يقول تحس بلي في دي زافو فاهم، يستعرف بالغلطه تاعو، يستعرف بلي مانيش عارف كيفاش بدا شراب، كيفاش من الكاس الاول الكاس الاول كدفله من فرسات الزغبه، الكاس الثاني الثالث وكذا، كيفاش دخل في الميديو تاع شراب، وين الحق وين ربما كان انسان عنده دراري يسمح في اهله، كان اللي يسمح في مواليه يسمح في روحه، شوف وعاود يولي الغفران التوبه يعاود يولي. درك سي ديفيسيل سي فو فريمون اتر بوات لي انا فو اتر بوات ني باش تلحق تكتب يسمى تمد دي كولور هكذا يا في الشعر تاع وين تلحق توسي انا كوتي بالك كوتي تسمى شغل ادبي اللي كيفاش راني نشوف نروحوا باغ اكزومبل القصيد تاع التورا، نروحوا القصيد باغ اكزومبل تاع لي شونسون اللي كتبوهم في وقت التورا، تروح للسوسيال تروح للدين تروح لكذا تلقى امور كاين الطبع خاص بمحمد البديل. طبعا بالك استغفر الله يا ربي عندي انا تسمى لو كان سيتي تاع موا تسمى لي انا نقول بلي ماشي واش رانا نديرو حنا سي واش طاح منه برك هكذا حنا لقطنا بالك شي حبات صغار هكذا من واش خلاه واش واسع من محمد البديل صح. نعم حنا ما حضرناش الكوره ما كتبناش على الكوره ما حتى ولا كتبنا على البلاد حاولنا نقولوا كلام هكذا على الجزائر ولا هذا هو الشعر الشعري يحوس يدير يده في كل موضوع كسوا غرامي ولا ديني ولا هكذا تسمى اجتماعي ولا تسمى الموضوع اللي يقدر له. نعم سمعنا كاش حاجه تقدم شيخنا الباجي قدم من محمد الباجي ندير واحد الموضوع تسمى المواضيع اللي كانوا يعجبوني منه هو نقول الحق واسمو حق يا مالين الحق والعبد الحق الحق يقولوا اذا بان الحق البطل يزهق واذا بقى مدرق ما يصفى والو هذه دار الفنا وهذيك دار الحق اليوم رانا هنا وغدوه نرحلوا الجمره تكوي وين تحطها الضر وكاين شي علات بلكيات برا انا كيتي نار اكثر من الجمر كوات لي قلبي وخلات فيه مار شحال نعيا نكتم وشحال نعيا نصبر وشحال نعيا نحكي دا بديت في الهضر احكي يا قلبي نحي الخوف وجهر واللي كتبها ربي لابد تصرى صابي في القماطة ملايكة مطهر يتنرفد مدح ويتنرمل برا صبية صغيرة المجبودة من الشعر عند باب مسيدة وين كانت تقرا فاتيحة وعيشة وجيب من الاخر القيمة طويلة والجبانة معمرة انا الدار اللي بنيتها بالحجر وكي يجي الزمان الشتا تسهرني القطرة وكي يجي وقت الرقاد قلبي يتعصر يجوا في بالي الناس اللي باتوا برا يجوا في بالي الناس اللي باتوا للشر لقمة عبد فريد ياكلوها 10 وكاين في العباد اللي في النعمة يبدر في الفطور يشوي يفردوا في العشية بغير مرة بيتها في طريق ولدها على الحجر نحات حايكها وفرشاتو حصيرة حشمانة من الناس وفولدها تبربر مصعب بالمنظر ومصعب بالصورة سقف سطرة راب وراجلها تبحر بحرات الدنيا مع وحدة صغيرة
كاين شي عباد تحب المنكر قادرين شجرة اللوز يردوها نجارة. ما نحبش في العباد اللي بسيفته عنطر وما يرد السلام على الفقراء. ما نحبش في العباد اللي يتكبر وما نكرهش الناس نكره الحقرة. الفراعين بنات الأهرام في مصر ودفنت الكنوز لقاوها ديال أخرى. اليوم مصر تقول عندي باش نفخر، واش خلا فرعون؟ خلا حضارة يزوروها الجناس وتربح الملاير. السياحة هاي اليوم أول تجارة. ايوا شحال من فرعون عندنا في الجزائر، الشي اللي كان بني ريبوه خسارة. الله يجزيك يا وليدي، الله يطول عمرك في العز، وكاينة منها وبيب عليك. واش تقول فيها يا شيخ؟ كاينة منها يا شيخ. قلنا نولوا الملح دود. نعم. انا نقول هنا دراهم من الشعب تخبى امور البحر. فرعون المصري غابت له الفكره. نقول لقلب الباطل سم قاسح من الحجر، واللي ينطق بالحق يتقيسوا الحجره. الحق هو اسمه حق يا مولي، الحق ولا عبد الحق الحق يقولوا. اذا بان الحق والباطل يزهق، واذا بقى مدرق ما يصفى والو. هذه دار الفنا وهذيك دار الحق. اليوم رانا هنا وغدوه نرحلوا. والله يكثر خيرك عمي الباجي. بارك الله بك يا وليدي، كاينه منها. قلت لك انا شوف، يقولوا ثقافه ماشي اشتح يا وليدي. ثقافه رياضه كاسمه تغني يا شيخ. قلت له واش نغني وانا ماني جماني وماني تعرف واش راني مستني. كون جا بلادم فلانة يفرح بقول غنى يغني. لما نيجي مهني وما نيجي عارف واش راني مستني كيفاش نغني وعلى باش نغني. كاين يغني على الشر على خاطر جيعان مسكين، صح. يا كاين يغني على الحوار على خاطر محبور. فهمت لي وقيت انا يشرو خيوط تاع سنيتنا ونساو خيط ما حبوش يحوسوا عليه كاع هذاك الحيط. غير اللي يجي يحوس على خيط ديتارا ولا بونجو وكذا وخيط الرباني واحد ما على باله به. هاك تو خلينا ربي خلانا يا شيخ. ما جهدنا بالاستعمار راح، هذاك هو الجهاد الاصغر. خاطر نقول خرجنا من الجهاد الاصغر جهدنا بالكفار ودخلنا في الجهاد الاكبر. اسمع النفس والشيطان. نقول خرجنا من الجهاد الاكبر جهدنا بالعديان ودخلنا في الجهاد الاصغر النفس والشيطان. بنينا الشيء اللي كان مكسر والبنيان مازال. جهازك غالية حرية بالنفس وبالمال وبروح طاهرة زكية وبدم الأبطال. نقبيلة كنت نقول عندهم ما قال مفدي زكريا على الوطن والرجال. عندهم ما قال ميريكان استعمر الدنيا يا محاين في كل شيء. السروال ماريكان كان منها، دخان ماريكان، كوكا كولا ماريكان، الموزيكا ماريكان، لاكوب دي موند حبي يديها الماريكان ذراع. كانت بوليتيك ولا بوليتيكي ميليتير. قلت له واحد جوار برصاص ما كانش منها. لكم دي مونتا على مغاربات جابوا واحد الجوار تخفي الله ربي تقول شدي روب وخدمهم بليزين وجابهم يا يعني مرم. حبوا يدوا لكم بدل على اللي فيه جوج متر طول ما كانش منها يا وليدي. صح تيوا كلش ماريكان. قلت له الماريكان الروس او مستعمر ثاني بالفن وبالكوكا كولا وبالمالبور او كلش ماريكان ما كانش منها. انا فهمت قلت له جوزوا واحد خطره ميسيون بجمع العنقيس معاهم ولعب بمسع يهضروا على الفن. قالوا ولادنا كانوا مستعمرين ما خرجوش من البلاد، نهار خرجوا من البلاد جابوا هذا التويس هذا وترمبيطه وجيتار الكتريك دخلوهم من الجزائر معناتها. قلت له انا ما كانش من هذه العقليه. كون جيت انا نهضر معاه قولوا البلان ناسيونال تاع الماكله طلاين عندهم المقارون شنو عندهم الروز احنا عندنا الطعام ياك تاع القرش وانت عند الدماغ عندنا الخلاصي الشعبي عندنا القبائلي البدوي عندنا بزاف. دوك انت الحمد لله تروح تجيب عرس تخدم عرس باش بالترومبيطه والباتري ما كانش منها. بطاريت ما كانش منها هذو نتاعهم هما ماشي نتاعنا احنا. هما عندهم الزاج والبلوز وتويت والروكوندرول يا اخي هكذا وهذو نسمعوا بهم قبل ما يزيدوا هذا القوم هذو. لو كان عجبونا جيب باقي يسبقونا لهم هما ما يسبقوناش احنا عندنا جدنا واصلنا ولغتنا. اكتب اليوم ولاو يندمجوا الكلام تاع اوروباوي في الاغنيه العربيه. يعني قلت لك انا كرهت هذاك الطفل اللي يقول ايه نتفاهموا ادو قبل ما تقولي لي ادو ما راك تغني. ديوان او خلاص الكلام يا عجبادي نمي. لو كان يجي لك انت ما تعطيلوش الكلام نعطيلو الكلام. بصح انا ماشي هكذا. خلطوا لنا دوك الدنيا يا بلادي ولينا والله ما يستغلوا والو. واش يقول شيخنا الباجي كلهم يسمعوه على امواج اذاعه الباجا لهم يسمعوا في الباجا دوكا واش يقول لهم شيخنا الباجي؟ تعال تعال واش نقول لهم؟ نقول لهم حنا الفن تاعنا خلاص معنا اخر
اقتلوها هم يقتلوا بها ديريكت ما كانش منها شعبي كومباجي انتوما كون ديسباري راح كومباجي البهجة والله يا شعبي هذا وقيل ما يتوين راه يسمع ما كانش وتلفزيون عندك واحد العام جوزو مات الله يرحمه الحاج منور لو كان كان على بالي والله غير نسجل ليها زبير غير نسجل هذيك لاميسيون تاع الحاج منور الله يرحمه على خاطر ما كانش الحاج منور وحدو ايه وجوزو خطره خلي باب القاسم الله يرحمه جوزو ثاني بالراديو خلي باب القاسم ليزونسي هذو جوزوهم تاع ساعات ايوا ويلا هذو تاع الراي هذو دي قلنا غير والله الخرطي في خرطي الموسيقى شابه الموسيقى شابه وكلام زيرو مستمعين ومستمعات إذاعة الباجة دي كانت قاعدة جينا مع شيخنا عمي محمد الباجي في بيتو اللي رحب بنا ونحييكم بزاف عمي محمد الباجي كذلك نحيي كل عائلة الكريمة تاعك اللي كان حاضر معنا كل من ولاده رضوان وزبير كذلك ياسين وعبد وحبيبه نصر نتمنى ان شاء الله قد وفقنا فيما قدمناه لحضركم والحوار اللي كان شيق مع شيخنا عمي محمد الباجي نقول لك ربي يعيشك عمي محمد الله يدوم قصتكم وقعدتكم معنا في الباجة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته